اكيد يوم عيد طبعا منور الدنيا كلها ومنور مصر اهو. اللي انتوا اللي الكبير. منورين، كل سنه وانتم طيبين. ده انت منور والله، ربنا يخليك. وايه الاغنيه الجميله دي يا عبد الحليم؟ الاستاذ عبد الحليم وهي حاجه من الحاجات في الحقيقه، يعني من الحاجات اللي مش الناس مش واخده بالها منها قوي، ونفس المعنى برضو يعني الشعب والجيش حياة جميلة إن شاء الله في اليوم. يعني واضح إن التاريخ بيعيد نفسه يعني. يعني بالظبط كده. بالظبط. دي الحقيقة اللي بقى. طول الوقت التاريخ بيعيد نفسه طول الوقت. نزلت الاستفتاء. مرني صباعك كده. يعني في الفلال. خلاص يعني ابتدى. قلت نعم طبعا. طبعا. قلت نعم ليه؟ في جملة واحدة. في جملة واحدة علشان نعم دي نتيجة درس قاسي اتعلمناه وكان لازم نقول نعم. ونعم دي رجعت الأمور لنصابها وخلت كل حاجة تبقى في مكانها صح، وجرأت الشعب المصري وخلته ما بيخافش وعارف الحق فين ومش هيسيب. تنزلت طبعا استفتاء 2011 و2012 و2013 2014 ما كانش ورانا حاجة الثلاث سنين دول غير الاستفتاء. يلا يلا الصبح استفتاء، اجري على الاستفتاء. غير الصباع البنبي. ايوه لا بقى الوانه كان مره ازرق. صباعه مش بامبي ما يقعدش جنبي. مختلف الاحساس وانت رايح للاستفتاء المره دي عن الاستفتاء بتاع 2012؟ اكيد اكيد. يعني المره دي انت رايح وانت مطمئن، يعني بيتهيألي درجه الطمانينه عند كل الشعب المصري، واحنا شفنا وعلى فكره كمان البطل الحقيقي اللي انا لاحظته في الاستفتاء المره دي الست المصريه. ده حقيقي. يعني الست المصريه المره دي ادت درس. شوف بقى اللي عايز تقول للغرب والامريكا ولاي حد في الدنيا، اي حد في الدنيا، وادت درس للشباب وللرجاله اللي هم تقعصوا او يعني كان عندهم افكار تانية. فانا بحيي الست المصريه تحيه عظيمه جدا. واعتقد برضو يعني فكره الست المصريه دي هي طول عمرها هي اللي بتحمي البيت، هي اللي طول عمرها بتوفر، هي اللي طول عمرها بتدبر. يعني افتكر امهاتنا زمان بقى الله يرحمهم كانوا هم اللي عاملين بيت. بالزبط. هم اللي باقل الامكانيات وباقل التفاصيل بيجوزوا عيالهم وبيشوروهم لا وخلي بالك كمان الحكومه من شويه الحكومه طبعا كلها. وبعدين خلي بالك هي الست عملت اللي عليها في البيت ونزلت بعد كده الاستفتاء عشان يعني وضبط للولاد وللراجل ولكل الحاجات، وبعدين نزلت كملت تاني مجهود. شفناهم هم بيرقصوا بزغراته وكانت حاجه يعني تشرح. ده حقيقي. حاسين ان هم في فرح يعني. طبعا. طب احنا ما سمعناش ليه حد من مطربنا، هو فرصه بقى ويبقى البادره من عندك. عايزين اغنيه للست المصريه. والله مش انا حب بقى اغنيه للست يعني المصريه بجدعنتها بحلاوتها طبعا. انا معاكي انا معاكي بكل حاجه فيها. حاضر حاضر بجد. حاضر حاضر وعد وعد طبعا خلاص.